مصر ودول العالم في تحقيق الحياد الكربوني من خلال عدة مسارات، وتشارك الهيئة العامة للرقابة المالية في تلك المساعي بالتعاون مع وزارة البيئة في تدشين أول سوق منظم وطوعي لتداول شهادات الكربون في مصر وأفريقيا. النهارده بنحتفل في حضور لفيف من الوزراء بالتدشين لاول سوق منظم ومراقب من جهات اسواق راس المال على تداول واصدار وتسجيل المشروعات الخاصه بشهادات الكربون الطوعيه اللي هي بتخفض الانبعاثات الكربونيه. ده تتويجا لما قد اعلنته الدوله المصريه في كوب 27 من ان احنا بصدد انشاء هذا السوق وبصدد الانتهاء من المتطلبات التنظيميه والتشريعيه والرقابية اللي بتسمح للمشروعات المختلفة اللي بتنفذ مشروعات الخفض الانبعاثات الكربونية انها تقدر تصدر هذه الشهادات، تأيدها في السجلات المعدة لذلك بالهيئة، تأيدها بعد ذلك في البورصة ليتم التداول عليها، او حتى ان لم تكن مقيدة في البورصة بتقدر تتداول عليها وهو ما يسمى بخارج المقصورة. مجهود 3 سنوات على الاقل ابتدى الموضوع يبان فعلا بعد كوب 27 والتنظيم المشرف لجمهورية مصر العربية الكوب 27. حقيقي بنشكر هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ووزارة البيئة على مجهودهم ودعمهم لهذا المشروع اللي كل بالنجاح. احنا في الجمعية المصرية للزراعة الحيوية لقينا ان من خلال انشاء نظام احنا سميناه اقتصاد المحبة في معايير بنطبق فيها كل الخطوات اللي قال عليها الدكتور محمد فريد النهارده، ومن خلالها بنساعد الفلاح الزراير ده ان هو يحول من الزراعه العاديه اللي فيها كيماويات ومبيدات الى الزراعه الاورجانيك الحيوي اللي ما فيهوش مبيدات وكيماويات، ان هو بيقدر يثبت ثاني اكسيد الكربون في التربه بتاعه. الشهادات دي اله تمويليه للمشاريع تخفيض الانبعاثات، فلو انا مثلا عندي مشروع تشجير انا بستخدم الشهاده دي عشان اخفض بيها الانبعاثات، وفي نفس الوقت امول المشروع ببيعها مثلا لمشتري اوروبي وهو بيخفض منها الانبعاثات وانا بمول المشروع بيها.